فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإحدى عشرة ركعة يدخل فيها قيام الليل أم إنها وتر فقط؟ إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، صلي عشر شفع، ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فنحمل إحدى عشرة على قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.